صباح الخير. صباح النور. النهارده هنعمل تمرين مهم جدا وهو اسمه دفع الحائط. قبل ما نعمل التمرين ده لازم اسخن كويس قوي، اسخن تمرين لجسمي ودرجه حراره جسمي تعلى عشان يبقى عندي مرونه في العضلات، لان التمرين ده بيعتمد على القوه المتفجره بتاعت الجسم. فقبل ما اتمرن ده هعمل حاجات خفيفه قوي، ان انا اعمل بس ضخ دم في العضلات زي الكتف، ودي من العضلات اللي هنستخدمها في التمرين، وده مهم جدا المفصل ان يبقى فيه نسبه ليونه. انا سايب راسي هعمل مثلا 30 عده كده، خلصت اعمل الحركه الجانبيه 30 عده كمان عشان اتاكد ان المفصل بالنسبه لي سخن او بقى مرن، نشط الدوره الدمويه فيه، يبقى جاهز للتمرين. هعمل برضو تمارين للرجلين عشان هي استخدمها في الدفع، واسمه تمرين دفع الحائط. كده انا بزود الدوره الدمويه في جسمي، بعلي درجه الحراره، بسخن العضله، بحضرها للتمرين عشان ما يحصليش مزق لا في عضله ولا اصابه في مفصل. كده خلصنا تسخين. حاجه ثابته، حيطه مهمه جدا ان هي تبقى ثابته. انا هحاول ازق الحيطه دي، المقاومه اللي هي بتعملها معايا هي دي اللي بتقوي العضله. سبيني مثال، رجل ورا ورجل قدام، وبزق الحيطه زي كاني بزق عربيه، بزق حاجه ثابته، فبستخدم قوتي كلها عشان ازقها. ده نوع من انواع التمارين. زق جامد، اثبت من 10 ثواني ل 20 ثانيه باقوى حاجه عندي كاني بزقها على اساس ان هي تتحرك. هي ثابته بس قوه الزق والثبات دي بتقوي العضله وبتضخ دم في العضله. اعكس زي ما انا عملت رجل ورجل قدام، بعمل بوش او بزق من تحت لفوق عشان استخدم كل عضلات جسمي. طلع النفس عادي جدا. ده جزء. جزء تاني ان انا ازق بكتفي. كده انا بستخدم عضلات تانية. رجل رجل بوش. اقوى حاجة عندي كأنها تتحرك. انا عارف هي مش هتتحرك، بس طول ما انا بزق، طول ما انا بشغل كمية عضلات عالية جدا. خلصت الكتف اليمين، هاخد الكتف الناحية التانية. نفس الكلام بكتفي، وزق رجل ورا ورجل قدام كأني بزق حاجة بتتحرك. ده بالنسبة لي بيقوي جروب عضلات عالية جدا في جسمي. أهم من أنا أعمل التمرين أنا أسخن كويس علشان ما يحصليش إصابة. هضغط بإيدي، ده بيمرن عضلة الشست. أضغط قوي جدا كأنها هتقفل في إيدي زي ما بعمل تمرين الشست. لا، أنا عايز أضغط أمسكها جامد. المسكة الجامد دي بتقوي العضلة اللي بتضخ دم في العضلة. نفس الكلام لو حاجة ثابتة زي كده وأنا بشدها لفوق بالإيد دي بقوي عضلة البايسبس. نفس الكلام هثبت دي ثابتة خالص ما بتتحركش. نفس الكلام عايز أشغل ترايسبس، كده بتقوي الترايسبس. خلصت تمرين هعمل اطالات لكل عضلات اللي اشتغلت. ترايسبس ترايسبس تشست.